واحد الدايم سحور سحور اصحى يا نايم واحد الدايم سحور سحور اصحى يا نايم. انت اول مسحرتي بمدينه الموصل؟ نعم اول مسحرتي ما بعد تحرير الموصل. باي مناطق بديت؟ بديت بمنطقه باب لقش وجامع خزام وسوق الصغير وكنيسه الساعه وجامع عمر الاسود وحد الى جامع العمري وارجع على البيت. اكو تجاوب معك؟ نعم اكو تجاوب وما شاء الله يعني الناس تفرح من تسمع جال مسحرتي بالمناطق القديمه. وانا من بديتوا بعد كانت يعني ايش نقول لك الانقاذ البيوت مهدمه، فمن طلعتوا هاي الطلعه قدت ازرع الابتسامه وقدت ارجع التراث القديم المصلاوي الحضاري لهاي المدينه. الساعه بيش تبدا يعني عملك؟ ابدا الساعه 2:30 حدي الى 3:30 4 الا ربع وارجع على البيت. هذا توقيت السحور؟ هذا التوقيت نعم توقيت السحور اللي نحن متعودين علينا. من يصيغ احترام ايضا تنادي احترام له؟ لا طبعا ما انادي احترام، لان اكو المؤذنين والخدام والمؤذنين هي يصيحون احترام بس، ولكن انا قبل هذا الوقت انه ارجع على البيت. الناس اللي تطلع من بيوتها اشون تشوف يعني تفاعلهم معك؟ والله اكثر الناس يعني خاصه من افتر بداخل الازقه القديمه ألقي الأطفال أنه تفرح، واللي يطلع لي قلاص ماي واللي يطلع لي شوكليتاي. أكو نسوان يعني نسوان كبار بالسن أو شياب يعني من يسمعون دقة الطبل مالي يطلع أو يطلع لي قلاص ماي، ابني تعس حق يمي، لأن إيش نوع هذا الشيء يدل على حضارة الموصل. فنحن يعني أنا كشاب مصلاوي من مدينة الموصل من القديمة، فأنا من طلعت غدت أزغع الابتسامة والفرحة للأطفال، واللي كانوا قبل يعني خاصة الشياب اللي كان قبل يقول جال مسحرتي وأشو نقل لك النسوان تتذكر كانت طفلة صغيرة أو رجال كبير كان من كان طفل صغير يسمع بالمسحر، فأنا عدتونه وغدت أرجع الحضارة القديمة. الأطفال يجولون معاك لو بحدي؟ لا الأطفال طبعا خاصة الأطفال يعني من يسمعون صوت طبلي يطلعون وغاي، واللي يردد وغاي بكلمة سحور سحور أصحى يا نايم وحد الدايم، يعني أكثر الأطفال اللي تكشعوا بالأول ابتدائي واللي أكبر يكشع معاي يطلعون.